السلامة المرورية يجب أن نمشي فوق الرصيف ولا نلعب في الطريق ونحترم إشارات الوقوف. يجب أن نحرس نفسنا ونتبع إشارات المرور وأن نمشي على ممر الرجال. يجب المشي على الرصيف، وعندما عبر الطريق يجب المشي على ممر الرجلين، ويجب وعدم لعب كرة القدم في الطريق، واحترام إشارات المرور. يجب أن لا نمشي على الطريق، احترام إشارات المرور. على إشارات المرور، أنه يجب أن نرى إلى إشارات المرور، أن نقف على الرصيف. فهمت بلي لازم نمشي فوق الرصيف وإلا سوف نتأذى وما شابه، ولا يجب أن نلعب في الطريق لأن سيارات لا تراك، خاصة الشاحنات لأنها كبيرة جدا، ولا يمكن أن ترى الطفل الصغير لأن الشاحنة في تلك لا يمكنها أن ترى ما في الأسفل. ثم ويجب أن نمشي في ممر الراجلين واحترام إشارات المرور، والإشارات هي حمراء أقف، والصفراء بالبرتقالي استعد، والخضراء انطلاق.